أيوب ولدي كان قاري مزيان، كان في الرياضة بطل المغرب 3 الخطرات، ما تيدير مشاغي ما تيدير حتى شي حاجة. كان كيهضر معايا في هذا الشيء هذا وكيقول لي أنا بغيت نكون بحال بدر هاري ونهز بالإعلام نهز بالراية المغربية، حتى أنا بحال خوتي اللي في أوروبا وفي هنا وهنا وكيغيروني هذوك. وباش نقول لك أنا الإحلام ديالي هو كل شيء على برا، نهز الراية ديال المغرب ونهز بالمغاربة. وحاليا كان كيجبد معايا هادشي ديما عايشين فيه بحال هكا، كنقول له وليدي انا يصوب الله، لانه انا عارف الحاله الوضعيه ديالي وهو عارف الحاله الوضعيه ديالو، هو باغي يوصل ولكن انا كنشوف الامكانيات ديالي. عندي 8 ديال خوتو، ما حيت نعيش خوتو ما حيت نقوموهم في المصاريف ديالو. ولا بنتي نهار السبت لعب داك السيمانه اللي قبل من السبت هذا، وهذا السبت هذا عيط عليا الاستاذ ديالو وقال لي راه غادي تلعب نهار الاحد. نهار السبت نتسنى ولدي غيجي وغنقولها ليه، جا هضر مع الاستاذ ديالو مع ديك الجوج، قال لي وجد راسك راك غادي تلعب، قال لي صافي استاذ غادي نلعب. كبطل جا عندي ما بين 6 سنين او 7 سنين، كان من التلاميذ اللي في حاله بحال الاخوان ديالو اللي في لاصال كيترينيو عادي يعني، ولكن كنت كل واحد عندي واحد الرؤيه خاصه لي، هو كانت في واحد كنشوف فيه دائما يعني داك الشغب ديال الطفل مثلا ما كانتش فيه كان كيحشم بزاف، كان يعني لدرجه شحال من حاجه كان كيحشم منها، حتى من كنكون كنهضر معاه كيحني راسه. صافي ولدي انا يا خرج جيت ما لقيتوش نصوني عليه، تيقطع عليا التليفون، صونيت على خو قلت لي فينا هو يا خو، قال لي راه في لاصال مع الدراري باش تيوجدوا باش غيبدا غيلعبوا. صافي وصلت 10 الليل حيت تنتسنى ولدي انا تيدخل عاده تنعس، تنعش وتنخلي ولدي انا في الزنقه. صافي وصلت 10 ديال الليل ولدي ما جاش. هنا في الحومه تا راك عارفه كيبقاو يهضروا الهضره بيناتهم، عندنا الحومه شويه ماشي تا الجمه يعني الحمد لله، رغم ذلك ما عمرو زعما دار شي حاجه خايبه، انه المهم محرمات ولا هكا ديال السجائر ولا المخدرات ولا حتى شي حاجه، يعني متبع غير لاصال ديالو. بنادم هنا في الحومه كي سبحان الله العظيم كيقول لي شوف مال هذاك فلان كيتضرب به المثل، يعني المهم تبداو كيشارجيو كيعمروا لي الراس ديالو بهذاك الفكره ديال انه حق هذا حرق هذا حرق. دابا هنا الحومه تقريبا من العيد الكبير هي مبلبله هنا في الحومه. قلت لي الكل وانا تنبكي وتنتردخ حتى الصباح. الصباح نط واحد ولد جيران حدانا جا عندي قال لي يا خالتي راه ولدك راه مشى مع ولدي ومع ولاد الحومه، وراها اش غنقول لك راه الفلوكه راها تقسمت من الوسط ورا النص مات والنص خرج. صافي تما فين حيحت انا على ولدي، وش شي ملي تيجيو الناس عندي تيقول لي لا ولدك راه باقي حي راه هرب، دوك المشدودين اللي تم تيقول لي ولدك راه ما ماتش راه باقي حي. صافي تنبرد ملي تن القلب ديالي تيألمني يقول لي ولدك ميت، تنوض تنبكي تنغوت تن ما نخليش كيما ندير، من الاثنين ما تناكل ما تنشرب. صافي بقات بحال كاك، حتى جا مسكين واحد الولد ياسين تنشكرو هو اللي بين لي الاخبار ديال ولدي، واحد التصويره تلاحت عنده هو اللي وراها ليا مسكين، وعاد تأمنا عليه بان راه مات ولدي. ودابا تنطلب منكم ولدي جيبوه لي اقرب وقت نشوفه، ما نبقاش معذبه، راني معذبه بالليل وبالنهار، الناس ناسه وانا تنبكي، الناس ناسه وانا فايقه، بغيت انا ولدي يردوه لي اقرب وقت. وانا مريضه دابا كل نهار تيرفدوني لطبيب نفساني خصهم يعطوني شي طبيب ندوز فيه، حيت انايا ما عنديش كره كنادي الجهد وهذا غادي ندوز بالفلوس، وانا ما عنديش مجهد باش غادي ندوز ومريضه. ولدي بغيت مردو ليا دابا، بغيت نعرف ولدي الا كان ميت ندفنو حدايا، هذا المطلوب اللي تنطلب منكم ومن الشعب، حيت ولدي تألم، ولدي شد الباك ديالو قرا من فوق عامين، ما كاين لا خدمه لا ردمه لا حتى شي حاجه، ما عطاوش زعما كاين الحقوق ما تيعطيهمش، علاش الناس تنوضو يتعاطاو المخدرات ويتعاطاو الشفره ويتعاطاو الكريسي والبنات الاولاد. اخر مره شفتو
تلاقيت معاه في لاصال، قلت لي ان شاء الله راه عندنا واحد البطوله نهار السبت، هادشي بالخميس. قال لي صافي استاذ ترينا الخميس. عيطت له السبت قلت لي راه غادي تجي باش تجي البطوله، قال لي صافي انا جاي. كنت نستناه يجي كيتسناجي. عيطت للدار قالوا لي راه باقي ما جاش، راه يمكن مشي عند شي صاحبو راه يسالي ويجي. قلت لهم صافي يعني لغد لي عاوتاني، قالوا لي راه ما بانش. ما قال لي حتى شي حاجه. جا ولدي دوش هذاك نهار السبت دوش وبدل. قلت له ولدي ما تخرج الغدا غادي تحط دابا. قال لي صافي الواليد انا غادي انا كاينه هنا. صافي بقى تيلعب مع واحد الدريري ولد اختو. صافي حطينا الغدا تغدى، خرجت انا يعيطوا عليا شي ناس. مشيت ملي جيت مجهول ديما لقيتوش. الدري ولات عنده 21 عام، شنقول لك شاب راسو. قال لي المغرب ما غنديرش فيه الامكانيات، غنبقى نتمكر فيه اللهم نقطع برا. كنقول له وليدي لا، داكشي راه خصو يكون قانوني. بغيتي تدور العالم بحال بدر هاري خصك دير القانون ديالك. كيقول لي با المحكمه راه ما كايناش، ما يعطوني حتى ورقه. خاصك كونت في البنكة وخاصك الفلوس وخاصك هادي باش دير هذاك الباسبور. ايوا كنقول له ولدي اصبر اصبر اصبر، دابا ربي دابا ربي يجي شي فرصه. والاستاذ ديالو كيقول لي اصبر دابا ندبر لك دابا نشوف لك دابا هادي، ولكن هو تسرع ان شاء الله. مادة فلوس مادة حوايج مادة الحوايج اللي لابس هو اللي دام. هادشي اللي غنقول لك هو هذا بنتي. الله يجازيك بخير والله يرحم الوالدين. المطلوب اللي بغيت انايا نشوف ولدي لميت، نشوفو ندفنو حدايا ونشوفو قلبي يبرد عليا. راني مشويه وبزاف، راني مشويه في وليدي ضو عينيا وكبدتي، راني مشويه فيها بنتي. هادشي اللي غنقول لك هو هذا. هادشي اللي مشويه في ولدي. يا رب حبيبي يا رب تبدا بيا اللي يدوز بيا ليا هو. ولاد العسل كلشي طاح البارح، كلشي سخف على ولدي. كره كان خايب حتى واحد ما غادي يشوف فيه. الجيران كلشي عمرو زعما ما خلاه في قلوبهم. ديما ولدي راسو في الارض، ديما ولدي راسو في الارض. في خرجت نخليه هو ورايا، ما يدير لشي غيب، ما تيدير شي حاجه اللي ما بغاش الله تبارك وتعالى. تيصلي تيتريني تيقرا بخير على خير، ما خاصني معاه حتى شي حاجه. كاع الاولاد زعما تيشغبوا تيديروا الحاجه اللي خايبه هو والو. ما نعاودش لك على ولدي، اي واحد تيشكرو الغادي بيه والجاي بيه تيهضر عليه. هادشي اللي غنقول لك بنتي هو هذا. الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. بغيت ولدي في قرب وقت نشوفو وندفنو وصافي قلبي برد. نقول راه دفنت وصافي حدايا. دابا بنتي انا ما عارفاش واش ميت واش حي، انا ما شفتش شي حاجه. هاد الولد هذا الله يكثر خيره هو اللي علمني به، الله يجازيه. وكره ما هو ما غاديش نشوف انا ولدي. الناس اللي ماتوا باقيين عمر والدي ما عرفوهمش واش ميتين ولا حيين، ما صيفطوش ليهم. هاد السيد مسكين وقف معايا، الله يوقف معاه. ما بغاش ربي يخليني مرته، ما بغاش ربي يخليني محنه معاه مع ولدي. حيت لا ماش لما سمعت شوك تنقول ولدي راه هربان، ولدي غيهضر، ولدي هادي، وغتبقى الايام غاديه طويله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.